السلام عليك يا
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الغالب الهنا وصوت بالوجود كرمه وإحسان جعل مدراته وشأنه خلق الخالق حكمة وضوى عليها علمة وبسط لهم من فائد المنة ما جرى به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أصحاب خلقه وأجل عبده يا رحمة فعلا قد أرادت ونزلت بخلق هذا العبد المحبوب فأنزل نازع شرفه بعالم شهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا المن الذي طرد من حضرة المشهد صورة كاملة لا رب في هيكل محمود فدع الضرب بوجود أهداف الوجود ودخلت البعد العوالم بالنوار التكريم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس واسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يثيب ضلالا وهو من فرق مما قدره رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ويعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معاني الجنان انتشر في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا العبد الصادق في قومه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عساها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها الروح صلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيض إلى الشرف في نصره بمنه وحبه ما أكثر الأقوال من أسر ذكراه النسير اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله المدد يا رسول الله Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فموض عن قلبه هذه ذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسر في سرور وابتهاج بكرب سمور إشراك هذا السراج والعيون متشرفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دافة لبرنس نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا آتت في حبلها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات والأرض تدمخة بعلو الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنكله في البطون والزهور. فأزهر الله في الوجود بهجة الكريم وبسط في العالم الكبير مائلة التشريف والتعزيم لبروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحينا قرب أول وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كلاع هذا المستور ليبروز نوره كاملا في عالم الصدور نورا فاق كل نور ورافد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية. فانطلقت النذير ارتضى الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Allah'a emanet.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين ورد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. فقد رد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا محفولا مقطوع السرى. تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد رضي عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهزل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته ووجهته فلم أنسب أن غسيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزد الحديث مني على بعد حتى بدعسه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينة بما يقضي بعظيم شرفه عند الله وأن عين عنايته في كل حين درعه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك. ولقد انتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله ما سورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطلت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود.
أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكارم أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنار فقد انبسط القلم في تدوير ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي Thank you.
وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك وسيرشادك لأهل مدالك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك
أحسن وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة، فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك، فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازرا وولاه وظهره، وعم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ودنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا منصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وانصر العدل لولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكيد من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، على آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.